محمد. زين عليه. الحين شوف اتكلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم يا أبناء شعب البحرين الصامد الأبي. السلام عليكم أيها الصابرون المحتسبون الموعودون بالنصر. سلام عليكم بما صبرتم وعانيتم من ظلم وضيم. سلام على الشهداء الأبرار الذين بذلوا الأرواح من أجل عزتنا وكرامتنا. سلام على الشهيد المعذب بآلات الحقد والضغينة واللا إنسانية، الشهيد السعيد عبد الرسول الحجيري. سلام على أرض الشهيد وأم الشهيد وزوج الشهيد وبنت الشهيد. سلام على بور الشهادة كلها. حيوا أهل بوري. أحييكم يا أبناء شعبي، أحيي صبركم الكبير، فبالصبر تنال الرغائب. وأقولها لكم أنكم بصبركم بصمودكم ستحققون مبتغاكم ومطالبكم بإذن الله إن شاء الله. ستنتصرون لأنكم أصحاب إيمان راسخ وقوي، متوكلين على الله، لاجئين إليه في كل أموركم، فهو القوي والقادر والمنتقم والناصر. لا نعول على أحد غير الله، فهو من وعد عباده المستضعفين بالنصر والتمكين. وفي كل مواجهة بين الحق والباطل، أهل الحق هم المنتصرون والغالبون. ونحن طلاب حق وعدالة، والله عالم بحالنا وناصرنا ومعيننا إن شاء الله. فلا تبتئسوا ولا تيأسوا، فطريق الحق بالأشواك حافل، ولكن إرادتكم الصلبة وعزيمتكم القوية هي التي ستحقق لكم ما تريدون، فأنتم المنتصرون. جهودكم، آلامكم، دماؤكم لن تضيع
والله إنها لن تضيع، فهي بعين الله وهي وقود لتحقيق مطالبكم. هم يظنون بأن كثرة أحكامهم وقسوتها سوف تثني هذا الشعب عن مواصلة مسيرته السلمية نحو تحقيق العدالة والديمقراطية. واهمون. ونحن نقول لهم مؤبداتكم، عشرات السنين التي حكمتم بها على شبابنا ونسائنا، لن تدفعنا للتراجع قيد أنملة عن مطالبنا العادلة. فما بات في قاموسنا شيء اسمه التراجع. ونحن نقولها لهم وهم يسمعوننا الآن، نقولها لهم بصوت عال وعزيمة: اعدمونا، اقتلونا، اسجنونا، عذبونا نساء ورجالا، صغارا وكبارا، لكنكم لن تنالوا من عزيمتنا ولن نتراجع عن مطالبنا أبدا. نعم، هيهات منا الذلة. بعد اليوم لن نقبل بالذل، ولن نقبل بأن نكون هامشيين. بعد اليوم فنحن أبناء هذا الوطن وشركاء في صناعة مستقبله، فإما أن نكون شركاء معا وإلا فلا. نيلسون مانديلا. نعم، نيلسون مانديلا سجن 27 سنة وعانى ما عانى من ظلم، لكنه خرج بعد ذلك ليحكم بلاده ويؤسس للديمقراطية هناك. لذلك نحن لن نكون أقل شأنا وعزيمة وتصميما من مانديلا، وأنا على ثقة بأن لدى شعب البحرين اليوم آلاف من أمثال نيلسون مانديلا، ممن يحملون إرادة أقوى من إرادة مانديلا. وأنا على ثقة بأن شعب البحرين، لأننا أبناء إيمان، لأننا أبناء إيمان وقيم سامية وأصحاب إرادة وهمة عالية نابعة من صميم إيماننا بالله ووعده للمستضعفين والمقهورين والمظلومين بالنصر والغلبة وأنهم الورثة. نعم، فنحن من سوف ننتصر إن شاء الله. في الدولة الديمقراطية
في الدولة الديمقراطية لا بد من قضاء عادل ونزيه، ونقيضها الدكتاتوريات التي يغيب فيها العدل والقضاء النزيه. ففي أي دولة يختل فيها القضاء ولا يكون موثوقا يكون النظام السياسي في أزمة، فقد تفسد السلطة التنفيذية باعتبار ما في يدها من مال، وقد تفسد السلطة التشريعية باعتبار ما في يدها من قرار. إلا أن القضاء المستقل الكفوء هو الذي يحد من تلك السلطات ويحد من غلوائها فيحاسب المفسدين. إلا أن القضاء المستقل الكفوء هو الذي يحد من تلك السلطات ويحد من غلوائها فيحاسب المفسدين ويوقف القرارات الصادرة من البرلمانات إذا كانت لا تحقق العدالة والإنصاف. فالقضاء هو بمثابة حجر الزاوية لكل دولة، فإذا فسد القضاء امتد منه الفساد إلى السلطات الأخرى أو شجع الفساد فيها على النماء والزيادة. وأهم صفة يجب أن تتوافر في أي قضاء عادل ومستقل هو موثوقيته. فإذا فقد القضاء الثقة فإنما يصدره من أحكام أو أوامر إنما تعتبر أدوات قهر لأنها ليست محل ثقة. ولا نقصد بذلك ثقة الخصوم، ولكن ثقة المجتمع، كل المجتمع والمجتمع الدولي بشكل عام. وحيث لا ثقة في القضاء فلا يعدو أن يكون القضاء جهازاً تنفيذياً ضمن أجهزة الدولة، وربما يكون في قضايا معينة تابعاً لوزارة الداخلية أو الدفاع أو مجلس الوزراء أو لذوي النفوذ في الأنظمة الشمولية، ولا يوجد من القضاء حين ذاك إلا اسمه ورسمه. والثقة في القضاء ليست عبارات جوفاء، وإنما هو شعور يبعثه القضاء نفسه. فمتى ما كان القضاء الحصن الحصين للحق والعدالة وأشعر الناس بالانتصاف وحصول الرضا فيه كان موثوقا ومحل قبول. ولا يمكن لأي قضاء أن يبني هذه الثقة إلا من خلال الاستقلال والحياد والكفاءة التي توصل لتحقيق العدالة. استقلال القضاء ليس كلاما يردد، هو سلوك يظهر في أعمال القضاء، وما أكثر ما سمعنا عن استقلال القضاء. والاستقلال في القضاء لا يظهر إلا مع وجود ضمانات لاختيار الأشخاص ذوي الكفاءة الخلقية والعلمية لتولي هذه المهمة. ولا بد للقضاة أن يتمتعوا بالجرأة والكفاءة والاستقلال الداخلي وعدم التردد في المبادرة لمواجهة تدخل السلطة التنفيذية أو المتنفذين على حقوق وحريات الأفراد. ولا بد من وجود ضمانات لعدم امتلاك السلطة التنفيذية لأي أداة للضغط على هؤلاء القضاة. وحيث يغيب أحد هذه العناصر يفسد القضاء. فإذا فسد القضاء كانت الحقوق والحريات في مرحلة خطرة حيث لا حامٍ يحمي حماها ولا يصد العدوان عليها. وحيث يفسد القضاء تكون مرحلته أخذ كل ذي حق حقه بيده، وينعدم حين ذاك النظام وتنعدم معه الدولة، فلا معنى للقوانين حين ذاك. والحديث
عن ضرورة إصلاح القضاء في البحرين في كافة أنواعه ورتبه ومحاكمه بات أمرا ملحا وضروريا، حيث كثرت الشكاوى في القضايا السياسية التي لا يتاح للمتهمين فيها فرص الدفاع عن أنفسهم، بل لا يتم التحقيق مع أي متهم سياسي يدعي تعرضه للتعذيب ونزع الاعترافات منه بالإكراه. من جانب آخر، فإن القضاء يرفض أي دعوى تقام على أفراد الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانتهاكهم لحقوق المتهمين، وتحال كل تلك الدعاوى إلى القضاء العسكري الذي من المعلوم أن قضاء البحرين بشقيه العادي والعسكري لم يصدر أي حكم جنائي في قضايا تعذيب ضد سجناء الرأي أو السياسيين، رغم الممارسات الواسعة لهذا التعذيب بحسب التقارير الدولية. وفي حين أننا نسمع صدور أحكام في قضايا لم نشهدها ولم نسمعها، ما أكثر القضايا التي صدرت فيها الأحكام لم نسمع عنها ولم نشهدها، هوزمان وغيرها من القضايا التي صدر فيها الحكم، ولكن أين حقيقة هذه الأمور؟ في حين أننا نسمع أو نرى أحكاما في قضايا لم نشهدها ولم نسمع عنها، إلا أننا لم نر محاكمة واحدة لمن قتل ما يزيد على 40 شهيدا. ليس على 40 شهيدا اليوم. أين قضية عباس الشاخوري؟ وأين قضية محمد جمعة التي حكم فيها القضاء؟ أين الجاني؟ وحكمتم على من؟ ومن قتل؟ لا قاتل، وإنما دائما ضد مجهول. هل يمكن لي كمواطن أن أثق في القضاء الذي أصدر حكماً يحاسب أحداً على ما أداه من دور طبي في إغاثة الجرحى؟ الجهات الرسمية ظلت تردد بأنها لم تحاسب الأطباء على مزاولتهم مهنتهم الطبية، لكن دعونا نرى ما قال النائب العسكري عن ملخص حيثيات الحكم في قضية الأطباء. ما هو؟ يقول: هذه حيثيات الحكم المنشورة في الصحف تقول بالنص بأن ما ارتكبته الدكتورة الفاضلة زهرة السماك يتمثل بحسب نص بيان النائب العام العسكري بأنها سخرت عملها كطبيبة تخدير لخدمة أحداث 14 فبراير ولصالح المتجمهرين المتظاهرين في الدوار ضد النظام، وكانت مكلفة بالإشراف على العمليات الجراحية التي يحتاجها هؤلاء المتظاهرون. عجبا، انظروا إلى هذا الاتهام الذي أشار إليه النائب العسكري، وهو واضح الدلالة على أن الاتهام سببه معالجة المتظاهرين. ماذا تريدون من طبيب وطبيب؟ ماذا تريدون من طبيب وطبيب أن يفعلوا أمام جرحى؟ ماذا تريدون منهم؟ أن يغنوا ويرقصوا معهم؟ أم أن يمارسوا مهنتهم التي أقسموا على ممارستها بمهنية وبشرف وإنصاف؟ سجنوهم لأنهم مارسوا دورهم الطبي، عذبوهم لأنهم كانوا يقومون بدورهم الإنساني والمهني في علاج الجرحى. يا للسخف ويا للعجب. والدولة اليوم
تواجه إدانات من دول ومنظمات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن إنشاء محكمة السلامة الوطنية. وقد وصف أو وصف بعض أو وصفت بعض أحكام هذه المحكمة من المجتمع الدولي بأنها اضطهاد سياسي. لست أنا الذي أقول، المجتمع الدولي الذي يقول، مما شكل مثالا حيا لغياب السلطة القضائية الموثوقة. وقد عبرت العديد من الأوساط الدبلوماسية والحقوقية عن قلقها من الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية. فها هو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول: هذه الأحكام صدرت في ظروف تطرح تساؤلات جدية حول قانونية الإجراءات. ندعو، هذا بان كي مون مو أنا، ندعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وندعو السلطات البحرينية أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان. وها هو الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماذا يقول: الولايات المتحدة منزعجة بشدة بسبب تلك الأحكام التي صدرت على 20 طبيبا. وها هي منظمة العفو الدولية ماذا تقول أيضا: توجيه الاتهامات إلى المدنيين أمر مثير للسخرية. هكذا العالم يقيم، هكذا المجتمع الدولي يقيم القضاء. وتقول أيضا منظمة العفو الدولية: نشجب استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين عاديين بما في ذلك أطباء ومدرسون ونشطاء وحقوقيون. نافي بلاي ماذا قالت مفوضة الأمم المتحدة؟ أنا آتي بهذه الشهادات لكي لا يقول قائل أنكم تشككون في نزاهة القضاء. نحن نقول أن المجتمع الدولي هكذا ينظر. هؤلاء ليسوا صفويون، ليسوا شيعة، ليسوا مجوس، هؤلاء ناس خارج البحرين وفي عالم آخر، ولكنهم أحرار. تقول نافي بلاي: صدور مثل هذه الأحكام القاسية على مدنيين في محكمة عسكرية مع وجود مخالفات خطيرة للإجراءات اللازمة يثير بواعث قلق شديدة، يثير بواعث قلق شديدة. وتقول أيضا: لم يتم التحقيق أيضا في اتهامات التعذيب، ولم يسمح بتسجيل وقائع الجلسة. نعم، إذن مطلبنا نحن بفصل السلطات واستقلال القضاء يصب في صالح الدولة ورقيها، وهو مطلب أصبح عالميا ودوليا لما شاهده العالم، كل العالم، من مجريات لمحاكمات رأى فيها صورة غير عادلة. وحينما تخرج الوفاق والقوى السياسية رافعة هذه المطالب تتهم بأنها تقسم المجتمع. أنحن من نقسم المجتمع؟ أي تقسيم تتحدثون عنه؟ هل مطلبنا بالديمقراطية يقسم المجتمع؟ هل مطلبنا بحكومة منتخبة يقسم المجتمع؟ هل مطلبنا ببرلمان كامل الصلاحيات يقسم المجتمع؟ هل مطلبنا بأمن للجميع يقسم المجتمع؟ عجبا، إذا كانت هذه المطالب ومطلب القضاء المستقل يقسم المجتمع، عجباه إذا كانت هذه المطالب تقسم المجتمع، فما الذي يوحده؟ قولوا لي ما الذي يوحد المجتمع؟ وماذا صنعتم لوحدة المجتمع؟ هل الطائفية التي تمارسونها والديكتاتورية والتمييز وسرقة الأراضي والسواحل هي من يوحد المجتمع؟ كفوا عن مغالطاتكم، فلسنا نحن من قسم المجتمع،
وكل أحرار العالم يعرفون مطالبنا ويقفون معنا من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية. استحوا قليلاً، لقد أضحكتم العالم عليكم بهذه الترهات. ما باقي اللي يقولون بانكيمون ونافي بيلاي وهيلاري كلينتون وكل الناس، هؤلاء هم أصول مجوسية صفوية من أصول شيعية، فلذلك ينصرون أهل البحرين. المطالب التي ترفعها الوفاق والقوى الوطنية والسياسية ليس عليها خلاف، والله ليس عليها خلاف في كل الدنيا إلا عند هؤلاء هنا، ليس عليها خلاف في كل الدنيا. ففي أمريكا وأوروبا وفي كل العالم العربي من أنظمة وأحزاب متحضرة، وكل من يسمع بهذه المطالب المتواضعة يقول لنا أنتم شعب طيب وهذا حق طبيعي لكم، ولا يمكن لعاقل أو متنور أن يختلف معكم فيه. رغم حملة التكذيب، رغم حملة التدليس التي مارسها تلفزيوننا الوطني ومارسها بعض الجهلة والموتورين، رغم كل تلك الحملة إلا أن العالم لا زال ينظر إليكم يا شعب البحرين بأنكم شعب متحضر مثقف قادر أن يحكم نفسه بنفسه وقادر أن يدير بلده بديمقراطية عادلة لا كما يقول آخرون. دلسوا، كذبوا، قالوا ما قالوا، ولشهور مرت لم يغيروا في نظر العالم شيء عن البحرين، وستأتيكم الأنباء في الأيام القادمة، كل العالم سيقف معكم. نعم، ومن كذبهم ودلسهم، وآخر شيء أتصور شفتون قبل كم ليلة الفيلم الهندي اللي عرضه تلفزيون البحرين. يقولون تلفزيون البحرين يغطي الرأي والرأي الآخر، ما أدري يا جماعة، يمكن أنا عيوني ملطسة ما أشوف، بس شوفوا إذا موجود تلفزيون البحرين جاء ليصور هؤلاء من أبناء البحرين ليعرض الرأي الآخر في البحرين ويقول أن هناك رأي آخر. لعلهم يفعلوها كما فعلوها في فيلمهم المشوه، لعلهم يذهبون إلى أم الحصم ويأتون بعشرين فرداً ويصورونهم ويقولون هذه هي المعارضة ومطالبها، بس خلي يلتفتون لا يخلون عاد صورة الإعلان على اسم وزارة معينة لأنه مكشوف بكم. نسوا أن مظاهراتهم التي أخرجوها قبل ليلتين في تلفزيون البحرين لا تتطابق حسب المواصفات التي نعرفها لمظاهرات شبابنا في القرى. مو هذه الأيام موضة جديدة طلقتكم، ما تشابه هي طلقتنا، والشوزن اللي انقتل به الشهيد ما يشابه وهي شوزنا لأنه نزل من المريخ إلى البحرين وضرب به الشهيد. كذلك مسيرتكم لا تتطابق مع مسيرتنا. لذلك نقول لا عودة عن العدالة ولا عودة عن الحرية ولا عودة عن الشراكة. وبعد ذلك نقولها بالفم الملآن، لا عودة عن المطالب على الإطلاق، ونقولها ناصحين فلتبدأوا بالحل السياسي الآن، لأن التأخير ليس في صالحكم وليس في صالح الوطن، لأن المطالب سوف تتحقق ولو طال الزمن.
المطالب سوف تتحقق، والاستجابة لها من الآن أفضل من الاستجابة لها غدا، لأن التداعيات ستزيد وستتراكم على الاقتصاد وعلى سمعة البحرين وعلى كل شيء. وكلما طالت المدة تعقد الحل عليكم واتسعت دائرة المطالب وصارت الاستحقاقات أكبر وأكبر وأكبر. وأما مسألة الاقتصاد فلسنا نحن من أضر بالاقتصاد، لسنا نحن من أضر بالاقتصاد، إنها سياساتكم الحمقاء هي التي أضرت بهذا الاقتصاد. يتحدثون عن كساد اقتصادي ومقاطعة تجارية. لقد سمعتم من استنفره هذا الحديث، لأنه سبب الكساد الاقتصادي والمقاطعة التجارية. واضح أمامكم الآن من وراء كل ذلك، التخلف والتراجع الاقتصادي. لسنا نحن بالطبع، إنها القوى الظلامية التي لا تريد خيرا لهذا البلد. هل سمعتم أن سوبر ماركت صغير تضرر من جمهور المعارضة، لكن بلطجيتهم أحرقوا وخربوا وكسروا وعبثوا وروعوا الآسيويين العاملين في كل تلك المحال. التكسير والحرق والتخريب كان في محلات ومطاعم ومقاهي، ليست في قرانا، ليست في أماكن سكنانا، ولكنها في أماكن أخرى يعرفها الجميع، لكن القانون والقضاء غاب عن محاسبتهم لأنه أعمى. هل سمعتم أن هناك محلاً احترق في بوري أو سلماباد أو جد حفص أو في أي مكان آخر، لأنكم يا جمهور المعارضة أوعى منهم وأكثر حرصاً على مصلحة البحرين؟ ولذلك أنتم ممن يجب أن تشكلوا حكومتكم بأنفسكم عبر انتخابات حرة نزيهة. يتحدثون بلغة غريبة، أن البحرين ليست طيفا واحدا، وليست لونا واحدا، وليست فئة واحدة. هذا الكلام في أصله صحيح، ونحن نبصم عليه بعشر أناملنا. لكن خلونا نسأل يا جماعة، إذا كانت البحرين ليست طيفا واحدا، فلماذا كان جيش البحرين من طيف واحد؟ ولماذا كانت وزارة الداخلية من طيف واحد؟ ولماذا من يحكم البحرين اليوم من طيف واحد؟ إن من يقسم المجتمع هو من جعل من مناهج التعليم تمثل طيفا واحدا اليوم، والدوائر الانتخابية قسمت على أساس طائفي، وجعل الوزراء 90% منهم من طيف واحد، ورؤساء المجالس العليا كلهم اليوم من طيف واحد. بل من جعل رئيس الوزراء ورئيس النيابي ورئيس المحكمة العسكرية الدستورية والنائب العام والمحامي الأول، من جعل هؤلاء كلهم من طيف واحد؟ نحن أم من؟ من جعل من الإعلام طيفا واحدا؟ ومن جعل من الأمن طيفا واحدا؟ ومن جعل من القضاء طيفا واحدا؟ ومن ومن ومن؟ واللستة تطول، ووصلت إلى الرياضيين أن جعلوا من الرياضة أيضا طيفا واحدا. وسنتعب إذا واصلنا في ذكر هذه المصاديق التي صنعوها بأيديهم من أجل تقسيم المجتمع، ثم يتهموننا بتقسيم المجتمع.
ما نطالب به اليوم، ما نطالب به اليوم ويدعمه كل العالم، أن تدار البلد بالشراكة، ما نطالب به اليوم ويدعمه كل العالم أن تدار البلد بالشراكة، وهذه الشراكة تكون بمشاركة كل الأطياف والألوان والفئات عبر الديمقراطية. فلماذا تريدون، فلماذا لا تريدون أن يشارككم أحد؟ نحن لا نريد الحكم أن يكون كله من طيف واحد، ونريد العدل في توزيع الثروة وفي التوظيف وفي الحق السياسي والانتخابي وفي الأمن وفي كل شيء. لذلك لا مجال للبقاء تحت النظرة الأحادية الضيقة مهما طال الزمن. ولقد طرحنا في وثيقة المنامة خارطة طريق للخروج بالبلد من المأزق الذي نعيشه. أدعو جميع أبناء شعب البحرين لقراءتها والتعرف على ما جاء فيها، لأنها في النهاية ستحتاج إلى دعمكم ومساندتكم. في الختام أقول، قد يروجون هذه الأيام، قد يروجون هذه الأيام شائعات لإخافتكم فلا تصدقوهم. سوف يقولون بأن الأيام القادمة ستكون أسوأ مما مضى، فلا تعيرهم اهتماما. ما بات شيء نخشى منه، ما بات شيء نخشى منه. جربنا السجون، جربنا القتل، جربنا الأحكام القاسية، فلن نخشى شيئا. وما يقولونه مجرد ترهات وصراخ ألم، فهم يتألمون ويصرخون بهذا الصراخ. ما سوف يكون قادما سيكون النصر والغلبة والسؤدد لكم أنتم يا أبناء البحرين. أقولها لكم، أقولها لكم، أن العالم الحر كله معكم، يقف إلى جانبكم، ينصر قضيتكم. وقبل ذا وذاك، فإن الله جل جلاله معكم، وهو ناصركم ومسددكم ومؤيدكم. باقون في الساحات والميادين بسلميتنا حتى تتحقق مطالبنا كلها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.